أيها الناس اسمعوا وعوا، من فضلك اضغط لايك واشترك في القناة. بنبهكم على شيء جدا مهم، كثير ما نشوف وزاد في الفترة الأخيرة بعض يطلعون في السوشيال ميديا، طبعا هذا المشاهير اللي بروحهم ذلي بلهم محاكمة أصلا، بعضهم مو كلهم، يطلع عليك من السوشيال ميديا من السناب الانستغرام أي شيء ويسوي لك دعاية على منتج، غرفة نوم، أكل، مطعم، شقة، منتجع، ما أدري إيش، ويمدح ويثني فيه. إنزين أنا ما أقول يكذبون حاشاهم كلهم، لكن في بعضهم نسبة كبيرة يكذب. شلون يكذب؟ ذا مطلوب من يسوي دعاية وياخذ قرنقش، إنزين، وكل ما يثني في الدعاية ويظهر السلعة بشكل جميل يرضي التاجر، عشان يجي التاجر الثاني ينعجب فيه ويقول تعال سوي لي وهاك فلوس وهكذا. فهنا أصبحت هنا الدعاية هدفها الرئيسي فلوس، وللأسف اللي مثل ذلك كثير ما يقدم كذب وتدليس وغش، مو بكلهم لكن في واجد. إنزين وهذا طبعا المتضرر الأول من اللي قاعد يشاهد، اللي يروح يضرب مشوال عشان إنه والله ذي قال له. توخوا الحذر، لا يتغركم دعايات السوشيال ميديا، لا تغركم. هذا نقول لكم. آخر سؤال يجي واحد يقول أبو محمد إنزين طالعين بهالفيديو، وطبعا أنا أدري بيهجمون علي، إنزين هذا أنت تسوي دعاية. طيب دقيقة، أول شيء يا الحبيب يا الطيب، أول شيء أنا على فكرة أنا مو بمشهور، أنا هاوي تصوير، أنا هاوي إعلامي، أنا هاوي نشاط اجتماعي، إنزين، لكن بما أني فتحت حساب في السناب صاروا متابعين واجد، هذا بركة أني أنا أستأنس بأن في ناس قاعدين يطالعون ويسمعوني وينعجبون بي. طبعا في المقابل أكيد الأكثر ما يحبني أو ينتقد، هذا الطبيعي ما يهم، ولكن أنا ما، ولذلك أنا ما أحب أني أسوي دعاية بفلوس، رقم واحد. اثنين، أنا أصلا مو بهوايتي أني أنا أسوي دعاية وهالحكي كله، ولذلك تلاحظون اللي تابعني أغلب فيديوهاتي دائما أكتب هالعبارة، تجربتي، جولة، سفرتي، يعني أنا هاوي أني أجرب، هاوي أجرب وأنقل. إنزين ممكن أحيانا أنعجب بشيء وأتكلم وأمدح وذي تحصل واجد، بس في المقابل لو ما عجبني دائما طبعا بطبيعة الحال راح أتجنب على أساس إيش ما يكون في مشاكل قانونية.